يا صباح الخير وصباح الهنا وصباح الفل على حضراتكم جميعا. 5 أغسطس 2020 وحلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. صباح الخير يا فندم. صباح الفل عليكي وصباح الفل على كل متابعينك في كل مكان في العالم، وأهلا بيكم جميعا وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. زي النهاردة من حوالي 19 سنة اتولدت البنوتة الحلوة نهاوند سري لأسرة أرستقراطية. عدت الشهور ومرت الأيام وكبرت البنوتة وبقت محامية كبيرة قد الدنيا، ومن بعدها إعلامية قديرة ومنوره الدنيا في الاستوديو ومنوره قناه الاهلي عقبال مليون سنه. كل سنه وانت طيب يا كريم، ربنا يخليك وانت طيب يا رب. كل ايام جدا يا رب. بس هم مش 19 سنه قوي يعني، احنا ماشيين 19 19 ونص. كل سنه وانت طيب وعقبال مليون وانت سنه وانت طيب يا كريم. ميرسي جدا، انا سعيده والله ان النهارده بحتفل مع حضراتكم كمان على الهوا. يعني اول مره عيد ميلادي يصدف ان انا على الهوا من ساعه ما اشتغلت في الميديا، تخيل بقى. بيبقى دايما لا بجد والله الواحد حاسس ان هو يعني العيد ميلاد ده مميز، وان انا بحتفل مع حضراتكم جمهورنا واهلنا كلهم. يعني ميرسي جدا يا كريم. عقبال مليون سنه يا رب.